اهلا وسهلا. دريت او ما دريت عن قميص المنتخب الياباني في نهائيات كأس العالم فرنسا 98، وكان هذا هو المونديال الأول لمحاربي الساموراي. وقبل انطلاق البطولة أعلن المدرب تاكيشي أوكادا قائمة اللاعبين المشاركين في هذه البطولة، وكانت أبرز الأسماء في تلك القائمة الحارس كاواغوتشي وشينجي أونو إلى جانب اللاعب ذو الأصول البرازيلية فاغنر لوبيز. ولكن كانت المفاجأة بخلو هذه القائمة من أشهر لاعب ياباني آنذاك وأول لاعب ياباني في الدوري الإيطالي مع نادي جنوا، وهو كازايوشي ميورا والملقب بالملك كازا، وكان أيضا هدافا للمنتخب الياباني في مرحلة التصفيات الآسيوية المؤهلة لهذا المونديال برصيد 14 هدفا. ولهذا وفي المشاركة المونديالية في فرنسا وبهذا القميص سجلت اليابان هدفا واحدا في 3 مباريات ومنيت بثلاث هزائم، وودعت المونديال دون أن تترك بصمة واضحة. ليكون استبعاد كازايوشي ميورا من كأس العالم 98 هو الخبر الأهم للمنتخب الياباني في تلك المشاركة. ولكن كانت هذه المشاركة البوابة الرئيسية لبروز صاحب هذا القميص، وهو هيديتوتشي ناكاتا لاعب خط الوسط الذي قدم أداء قويا في مونديال 98، معززا بذلك صورته التي قدمها قبل عامين في أولمبياد أتلانتا 96 عندما شارك في الفوز على البرازيل الأولمبي بقيادة الظاهرة رونالدو. وبهذا الأداء القوي بقي ناكاتا بعد مونديال فرنسا في القارة الأوروبية بتعاقده مع نادي بيروجي الإيطالي لمدة موسمين، وشارك خلالهما في 48 مباراة وسجل 12 هدفا، وليكون بذلك ثاني لاعب ياباني في الكالتشيو الإيطالي بعد الملك كازا. تدري بأن بعد بروز ناكاتا مع منتخب بلاده وبهذا القميص إلى جانب تألقه مع نادي بيروجيا، انتقل اللاعب الياباني في موسم 2000-2001 إلى فريق العاصمة الإيطالية نادي روما، وبتسجيله بعض الأهداف الحاسمة وحتى بمشاركته كبديل في بعض المباريات استطاع هيديتوتشي ناكاتا أن يسجل اسمه بطريقة خالدة مع فرقة فابيو كابيلو خلال الموسم التاريخي 2000-2001، يتحصل على ثالث لقب دوري إيطالي في تاريخ نادي روما، وهو بالمناسبة لقب الكالتشو الأخير حتى الآن لفرقة الجيالو روسي. وإن كنت ما تدري عن كل هذا فأنت الحين دريت.